شوطنا مشاهدينا متابعينا الكرام، الثالث الذي تعلن انطلاقته في هذه اللحظات والمخصص لفئه الابكار لاصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من ابناء القبائل، فباب المشاركات هنا مفتوح. نتابع معكم الانطلاق، نبدا مع المركز الاول، نبدا مع الهده لعبد العزيز بن مفرح المسافري من ينطلق مع هذا الحضور المميز. ثاني المراكز اتابع انطلاقه مياسه مع هذا الشوط لمحمد مطر بن عبد الله المسافري. والمركز الثالث نقلتنا في هذا الشوط والانطلاق وفي هذا الحضور المميز مع المراكز الأولى التي تتقدم معنا في هذه الانطلاقة وتتقدم معنا في هذا التواجد المميز. أتابع من الجانب الآخر دخول من غارة لخالد بن عبد الهادي بن فهد الأحبابي، وأيضا وصول مع هذه الشعارات المميزة وتدخل مذيار لمنصور بن سعد بن قذلة الأحبابي. الجانب الآخر كذلك تدخل رفيف لخميس بن فايل بن حمد الزرعي. هذه نتيجتنا والمراكز الأولى المتقدمة، ونتابع معكم التسلل من خلف الصفوف إلى المركز الأول والقيادة إلى المركز الأول وناموس هذا الشوط والبداية. هنا تحضر غزلان، لا أو عفوا الحاضرة النشمية لعبيد بن محمد بن بدر العليلي من يتقدم مع النشمية على المركز الأول وعلى صدارة الشوط وقيادته مع حضور النشمية. ثاني المراكز غارة لخالد بن عبد الهادي بن فهد الأحبابي. ثالث المراكز العبور لعلي بن سالم بن علي بن بخية الاشتبي. انتقل إلى المركز الرابع مع المزن لمحمد بن عبد الله بن مطر المسافري. والمركز الخامس أتابع خامس المراكز مع تواجد رهان لمطر بن سلطان بن محمد بن مطر المسافري. هكذا إذا مشاهدينا الكرام النتيجة من جديد، هكذا المراكز الأولى المتقدمة من جديد، وهكذا هو الحضور ضمن هذه الأسماء وضمن هذه الشعارات التي تشارك على أرضية الميدان باحثة عن الناموس، باحثة عن الانتصار في افتتاحية شارة الديوان للثلاثة كيلومتر. أبدأ من جديد مع المركز الأول، غارة لا زالت تشن غاراتها على المركز الأول، تشن الغارات صامدة بموقع الحسم بموقع المركز الأول. خالد بن عبد الهادي بن فهد الأحبابي المركز الثاني، أتابع وصال لعبد الله بن الشريجي بالشاوي القفلي قادما مع وصال. تذكرت أيام الوصال بقربكم، الله الله يا عبد الله يا بن الشريجي يا بالشاوي القفلي، واصل مع وصال، لكن عينك على المركز الثالث، أشوف القدوم وأشوف الدخول وأشوف الوصول في هذه اللحظات من شواهين للسهيل بن نايع بالشاوي القفلي. أيضا أتابع يا الله المزن 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 إلى الأمام يا بطلة، إلى الأمام يا بطلة. اللحظات الأخيرة الأمتار النهائية، المزن وغارة، المزن وغارة، المزن مع المركز الأول. هذه نوعية ما تفرط، هذه نوعية ما تخلى، هذه نوعية في ذمتي ما فيها حيلة. سلامي عليك يا المزن، المزن لمحمد بن عبد الله بن مطر المسافري. إذا مع المركز الأول، المركز الثاني لخالد بن عبد الهادي بن فهد الأحبابي، المركز الثالث عبد الله بن شريجي بالشاوي الغفلي، المركز الرابع
لسهيل بن نايع بالشاوي القفوري المركز الخامس.